إذن السلام عليكم إخواني أخواتي الأعزاء. إذن مرحبا بكم في فيديو جديد ومدينة جديدة تنتمي لإقليم سيدي قاسم جهة الغرب شرارة بن حسن أو ما يسمى بجهة الرباط سالة القنيطرة. نحن الآن في مدينة مشرع بن القصيري. يالله مرحبا بكم، أجي نكتشفوا بعض الشوارع وبعض الأحياء في مدينة مشرع بن القصيري. مرحبا. احنا الان في المدخل ديال مدينه مشرع بن القصيري، جايين من مدينه سوق الاربع وداخلين مشرع بن القصيري. احنا الان في الشارع الرئيسي ديال مدينة مشرع بن القصيري، شارع محمد الخامس. نحاولوا ندوزوا على بعض المرافق العمومية اللي كاين في مشرع بن القصيري. هنا على اليمين كاين ثانوية مشرع بن القصيري، جات في الخرجة على طريق سيدي قاسم. هنا كذلك في هذا الرومبوا على اليمين ديالي كاين الملعب البلدي. هذا الشارع ديال حي الفيلات، هنا على اليمين حي الفيلات المستشفى المحلي، وعلى اليسار Thank you.
هنا الوقاية المدنية، هنا تصور ثانوية مولاي رشيد، ثانوية مولاي رشيد مشرب القصيري، وغنزيدو شوية نلقاو المحكمة الابتدائية. المحكمة الابتدائية مشرب القصيري، نزيدو شويه كنلقاو الاداره ديال المكتب الوطني للكهرباء. دائره بني مالك، خزينة العمل للمملكة، حداها كاين اتصالات المغرب، وحدا اتصالات المغرب كاين البريد بنك. هنا نحاولو ندوزو على شارع الحرية، هنا المجلس البلدي ولاية دليمان. غنحاولو نمشيو مع نفس الشارع ديال محمد الخامس اللي جاي منو في الاول، باش نمشيو على داك الشارع اللي كيأدي للمحطة ديال القطار.
تفضلي. هذا الشارع اللي عندنا لاكار. هنا محطة مشرب القصيري للقطار. يا كوتش مطرق. مع هذا الحجر الصحي ومع هذا الوباء، نطلب من الله سبحانه وتعالى انه يبعد علينا هذا الوباء والبلاء في هذا الشهر المعظم. الشارع ديال التسويقة كيكون عامر في الأوقات العادية، كيكون عامر مزيان. نحاولوا نمشيو على الشارع ديال الجيش الملكي، الشارع اللي كيفرق ما بين حي بام وحي المسيرة. هنا على اليمين كاين حي المسيرة،
وعلى اليسار ديالي كاين حي بام. غنحاولو نمشيو غير في الشارع ما ندخلوش في الاحياء. خير موجود تبارك الله، كل شيء موجود في هذا شهر رمضان. هاد الشارع ديال الجيش الملكي، دابا حنا غادي في الطريق ديال في الخرجه ديال سوق الثلاث الغرب. يعني الطريق ديال القنيطره اللي كيبغي يمشي للقنيطره من هنا كيدوز. كاين طرق اخرى ولكن الاكثر كيدوزو من هاد الطريق هذا بالنسبه لاصحاب الطاكسيات كيدوزو من هاد الطريق. سوق الثلاث ديال التازير مكران سيدي عياش قنيطرة. تحية لرجال الأمن الوطني، صراحة كنحييكم على هاد الخدمات اللي كتقوموا بها رمضان والحجر الصحي. حنا الآن دابا درنا على القنطرة. هادي الإخوان إلا كنتو تذكرتو، هادي القنطرة اللي كانت رابت على ما أعتقد ربما في سنة 2000 و معقلتش بالضبط، ما نقدرش نقول ان السنه ولكن معقلتش بالضبط. ربما في 2012 ام 2013 انا اظن. هي هذه الخنطره اللي كتابت، هذا هو تسابو. وهنا كاين الطبيعه ما أدراك ما الطبيعة. حنا دابا خرجنا على مشرع بالقصيري، غادي في اتجاه جماعة القروية الصفصاف. ما بغيتش نقطع الفيديو هنايا ولكن بغيت نكمل لكم هاد الطريق هادي ديال جامعة الصفصاف، لان فيها مناظر، كاين الفيرمات، كاين الشجار، كاين التفاح، كاين الليمون، كاين العناب، يعني الدالية.
وبغيتكم تكتشفوا معايا الدور المناظر هذه. الطرق كلها طبيعة الحمد لله. عندنا علامة قف لا بد من احترامها. إذا ننظر هنا في اتجاه الجماعة الترابية نصف صف. إذا نوقف الفيديو هنا. شكرا على تتبعكم، ولا تنسوا إخواني أخواتي الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. تحياتي وبالصحة والراحة الدويرة، وقولوا لي كي جاتكم.